FM. الكلمة ليك. مرحبا بكم. اليوم مش نحكيه على أول امرأة في تونس في منصب وزيرة، نحكيه على فتحية مزالي اللي توفيت نهار الاثنين اللي فات 12 فيفري 2018. فتحية مزالي أرملة المرحوم محمد مزالي، خليت وراها مسيرة حافلة في مجالات التعليم والصحة والمرأة بعد استقلال تونس، وكانت أول امرأة في تونس تتولى الوزارة. هي من مواليد العاصمة التونسية، تولدت في 6 أفريل 1927، تلقات تعليمها الابتدائي بمدرسة الفتيات بنهج العلماء بتونس، ثم مدرسة الفتيات بباردو وين تحصلت على الشهادة الابتدائية عام 1939، وانتقلت للتعليم الثانوي وين قرات بكل من معهد بول كامبون في عام 1941، ثم بمعهد مونفلوري عام 1944، وانقطعت عن الدراسة عام 1942 حتى 44 بسبب الحرب العالمية الثانية، وتحصلت على شهادة البكالوريا بتفوق عام 1947. تعرفت فتحية المختار على محمد المزالي وهما في باريس من بعد عرسه عام 1950، وحضر عرسهم الزعيم الحبيب بورقيبة وجابت منه 6 صغار. انتقلت لفرنسا باش تكمل قرايتها العليا وتحصلت على الإجازة في الفلسفة عام 52. خدمت فتحية مزالي بين 1950 ل 1974 في مدرسة ترشيح المعلمات بتونس العاصمة، وفي عام 57 أصبحت مديرة المدرسة، ثم تم تعيينها بين عام 68 و69 في اللجنة القومية للتعليم لمراجعة التعليم بعد 10 سنين من برنامج المسعدي الصادر عام 58. هي من مؤسسات الاتحاد القومي النسائي التونسي عام 56، وباقتراح من رئيس الحبيب بورقيبة تم تكليفها بإعادة تنظيم الاتحاد هذا اللي توليت رئاسته عام 74 بعد راضي الحداد. واستمرت فتحية مزالي على رأس الاتحاد النسائي حتى كش العام 86. قدمت عام 59 في نادي عزيزة عثمانة محاضرة حول موضوع تحديد النسل، ثم شاركت في تأسيس الجمعية التونسية للتنظيم العائلي عام 68، وكانت نائبة الرئيس في الجمعية هذه. كتبت عديد المقالات فيما يهم قضايا المرأة كما النهضة الاجتماعية وتحديد النسل، المرأة المثقفة في البلاد المتجهة إلى النمو، شخصية المرأة التونسية. كانت مستشارة ببلدية تونس العاصمة بين 57 و60. على صعيد المشاركة السياسية دخلت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري عام 74، وتم تعيينها عضوة في الديوان السياسي أعلى هيئة قيادية في نفس الحزب عام 79. تم انتخابها سنوات 74 و79 و81 عضوة في مجلس النواب، وتوليت مسؤولية نائبة رئيس المجلس. هي بيان ايفيدامون أول امرأة في تونس تتولى الوزارة عام 83، وهي وزارة جديدة، وزارة العائلة والنهوض بالمرأة، واستمرت في منصبها حتى تم إقالتها عام 86. من وقتها ألغيت الوزارة. الكلمة ليك.